السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض شيش طاووق. المكونات معانا بصل، فلفل الوان احمر واصفر، طماطم، والتوابل بتاعتنا شطة، ملح، بابريكا، تمام، كمون وكزبرة وبصل بودر وتوابل فراخ. والشيش بتاعنا اللي هو بيجي من الدبوس بتاع الفراخ، بتروحي للفرارجي او انتي لو عندك فراخ جايبها بتظبطيها، بتاخدي الدبوس، دبوس بس بتخليه وبتعملي منه الفراخ. ممكن على فكره يتعمل من الورك، بس هو بيبقى افضل حته هي الدبوس. هنبدا اول خطواتنا ان شاء الله. انا غسله الفراخ دي كويس، غسلها بخل وشويه ملح، وحاطه لها معلقه طحينه. الطحينه حلوة جدا جدا، بتخلي الريحة تروح، اي زفارة او اي حاجة في الفراخ بتروح. عامة استخدمها في اي طيور او اي فراخ هتلاقيها فعلا حلوة جدا، مفعولها سحر. نبدأ اول خطوات ما شاء الله. هنتبل الشيش معانا، تمام. هنحط التوابل بتاعتنا والمكونات بتاعتنا اللي احنا قلنا عليها كلها. بعد كده هنحط معلقتين زيت زيتون. انا كل مرة بنسى افتح البتاعة الصغيرة دي. معلقتين صويا صوص، تمام. وهنحط زعتر. الزعتر انا ما حطيتوش على التوابل لان انا هعمله، هاخده على ايديا وافركه عشان ريحته تظهر، ماشي، ويدي دمجنا الدريسنج بتاعنا كله او التتبيله بتاعتنا كلها مع بعضها. هنحط فيها الفراخ وهنسيبها شويه قبل ما تندمج مع بعضها كلها والفراخ تاخد من طعم التتبيله. انا سبت الفراخ بتاعتي اتبلت كويس، ممكن تعديها ساعة ساعتين، ممكن تبيتيها من بالليل، مفيش مشكلة. هبدأ بقى معاكم اوريكم تتعمل ازاي في عيدان الشيش. هنحط اول حاجة من تحت البصل، تمام، طماطم، او نخلي الطماطم بعدين، ونحط فلفل الوان، نحط الفراخ بعد كده. بعدين نعمل مرة كمان البصل. في الوقت اللي هشيش فيه الفراخ هشغل بس حاجة على البوتاجاز، هعمل هشوي البوتاجاز، تمام، عشان اعمله بابا غنوج. حطه كده في اي حاجة عندك، حلة، شواية، اي حاجة انت حباه. هنحط نقطة زيت مش كتير، تمام. هنحط البتنجانة بتاعتنا، انا هقفل عليها كده وهسيبها لغاية ما اخلص اشيش الفراخ كلها. هخلصها ان شاء الله واخلص الشيش واوريهولكم كله على بعض. خلصنا كده الشيش بتاعنا، عملته كله. هبدأ دلوقتي ان انا اشويه. عندي شواية هنا هحط لها نقطة زيت بسيطة، انا كنت مولعة معلش كده، شوية سخنت. هنحط
هبدأ ان شاء الله احطها كده. الشيش هيتعمل فيه هعمل شوية رز، احط معلقة سمنة، زيت، شيش هنا انا مطية عليه علشان ما يتحرقش بسرعة ويستوى كويس. قلبت الشيش تمام على الجنب التاني. دلوقتي هعمل الرز، هاخد تقريبا نص كمية الرز اللي عندنا وهحطها الاول تحمر. الرز بتاعنا اهو تمام قرب يتحمر، بس لسه هحمره اكتر من كده شويه. الرز بتاعنا كده اللون ده كده تمام خلاص، والشيش تقريبا كمان يعني هو مش مستوي كامل، بس انا هوريكم انا هعمل ايه في الاخر في الشوايه دي. اللي عنده الشوايه دي يتعامل بالمنظر ده، ما عندوش هيصبر على الشيش شويه ويوطي النار، بس انا هوريكم انا في دي ان هي بتتقفل كده تمام، دي اوريكم في الاخر انا هعمل ايه في الشيش. حط انا بقى كميه الرز بتاعتنا على الحبه اللي احنا كنا مفلفلينهم في الاول. خلاص كده حطيت هنا شطه وملح وكاري تمام. هنا قشرت البتنجان تمام، هو استوى كده ههرسه. هرست البتنجان هحط عليه التوابل بتاعتي، كمون وشطه وملح، انا ما بحطش حاجات تانية اكتر من كده. معلقتين زيت، طحينة، اقلبهم كويس وادمجهم في بعض. الطبق بتاعنا جاهز. انا الشيش قلت لكم في الشوايه برجعهم في الاخر خالص بعد ما بياخدوا لون وصدمه، برجعهم في الاخر بقفل عليهم الشوايه شويه لان هي بتبقى محكمه من كل الجهات، فده بيستوي خالص. والرز بتاعنا تمام والطحينه. الف هنا وشفا، والسلام عليكم ورحمه الله.